اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم بدايه حلم. اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا بك يا دكتوره منى، وان شاء الله تكون حلقه مميزه ومفيده للجميع. يعني ان شاء الله ان شاء الله معانا فقرات متعدده النهارده، واول فقره هنبدا بالدكتور سعد المصري. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا، نورتنا يا دكتور. اهلا وسهلا بنوركم. طبعا يا جماعه، الدكتور سعد المصري اول عالم في الطب الفرعوني. طبعا عندنا أسئلة كتير جدا، إيه هو الطب الفرعوني ومتى تأسس ومين طوره، وهل الطب الفرعوني فوائد ومميزات في حياتنا في وجود فيروس كورونا؟ أسئلة كتير طبعا هنعرفها من دكتور سعد المصري في البداية. بس إيه هو الطب الفرعوني؟ أولا سعيد جدا بوجودي معكم في برنامج بداية حلم. الطب الفرعوني كمسمى هو بدأ منذ عصر الفراعنة سنة 2330 سنة قبل الميلاد، أول من مارسه الملك زوسر، وكان معاه الكاهن أنيك محور. وكان زمان العلاج ما هوش بقى بالأدوية الكيميائية والكلام ده كله، لكن عن طريق الغذاء الطبيعي والمشروبات الطبيعية اللي بنتناولها في بيوتنا، بالإضافة إلى نقاط انعكاسية موجودة في القدمين واليدين والأذن والعينين. كل هذه النقاط هي متصلة باتصالات عصبية بالجهاز العصبي المركزي باتصالا بالمخ. أضغط في أماكن معينة يحصل هذه الاتصالات العصبية، وفي صيدلية موجودة في الدماغ بتفرز المادة الكيميائية. فهو طب فرعوني بدأ زي ما قلنا 2330 سنة قبل الميلاد، وكان هدفه هو تقوية جهاز المناعة. عشان كده الملوك زمان كانوا يعيشوا فترة زمنية كبيرة جدا بصحة جيدة. ده بالعكس، ده بيتحنط ويطلع الكبد ويطلع الطحال ويطلع كل حاجة بحالتها الطبيعية، وكانوا بيعبدوهم كأنهم آلهة لأنهم كانوا لا يمرضون. نعم. الدكتور ذكر موضوع المناعة، وطبعا احنا دلوقتي محتاجينها فعلا، يعني صحيح. في الوقت الحالي ده فعلا مع فيروس كورونا. تمام. طبعا احنا في بعض العادات كتير جدا الناس مش واخده بالها منها. يعني مثلا انا لو التكييف ساقع جدا عليا والجسم ابتدى انه يخش له فيروس برد، انفلونزا، كورونا، ايا كان، جهاز المناعه عندي بيبدا يشتغل تلقائي. ازاي بيبدا يشتغل تلقائي؟ عشان في بعض الناس مش واخده بالها من الحته دي، تلاقي في سيلان كده في الانف. طيب انا اعمل ايه؟ ده انا في حلقه وقدام الناس، فابدا اما اطلع منديل ورق وانشف السيلان ده احطه في جيبي، وبعد كده اطلعه تاني واستخدمه. حضرتك انت نقلت الفيروس لجسمك. طيب، او حاجه تانية كتير جدا الناس ما بتعملهاش او بتعملها على طول، يعمل ايه؟ يشن كده. الشن ده حضرتك دخلت الفيروس للرئتين. فمهم جدا 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 اول ما يحصل عمليه السيلان اعرف ان دي بدايه فيروس دخل لجسمي. اعمل ايه؟ استنشق زي ما بستنشق كده في الوضوء. عشان كده هتلاقوا لينا حلقات كتيره جدا عن الاعجاز العلمي في الوضوء من الناحيه الطبيه. فمش شرط اكون مسلم بس، لا، انت اول ما تلاقي السيلان ده اخش على طول استخدم الميه فقط وابدا استنشق للانف واطلع السيلان اللي هو موجود دون عشان اتخلص من الفيروس. بكده بتضمن ان مفيش انفلونزا بيجي لك اصلا، مفيش برد دخل الجسم، مفيش فيروس كورونا دخل الجسم. الحاجه المهمه جدا في قوانين دارما في العلوم الهنديه اللي متاخده برك من الحضاره الفرعونيه عندنا، التنفس صح. احنا ما بنعرفش نتنفس، معظمنا تلاقي التنفس ربع نفس، بتلاقيه قافل بقه وبيتنفس. صح كده؟ بالظبط كده، صحيح كده. ويا ريت حتى يعني شهيق وزفير مظبوط. بالظبط. لكن انا المفروض بعمل ايه؟ باخد نفس بقوة عميق من الأنف بعمق واملى الرئتين. كل ما تملى الرئتين بالأكسجين انت بتقوي جهاز المناعة اللي خاص بالرئتين. العلاج في ايدينا. لا قدر الله في فيروس كورونا اللي هو كوفيد 19 دلوقتي 20 هو بيصيب الرئتين. يعني كنت بعالج حالة جالها 200 جلطة في الرئة. المشكلة انه بيقعدوا على جهاز تنفس عشان يتعلم انه يتنفس صح. فانا المفروض بملى الرئتين بالاكسجين واطلعه من الانف. ويا ريت الكمامه مش معظم الوقت لابسها، لان انت بتقل نسبه الاكسجين اللي بتخش الجسم وبيخش للمخ. انا في مكان فيه ناس كتير البس الكمامه
مكان مفتوح او في الشوارع او في الحدائق، لا ما ارتديش الكمامه واخد الاكسجين الموجود في الهواء واتنفس صحيح من الانف ويطلع من الفم، كده بيقوي جهاز مناعه الجسم. نصائح هامه جدا طبعا، اتوقع جميع المشاهدين مركزين فيها دلوقتي. موضوع التنفس دوت شيء هام جدا، وموضوع الكمامه برضو ان انا مش هي عاده وخلاص ان انا بعملها، ان انا لابسها حتى لو انا ماشي في مكان مفتوح، يعني الافضل ان بشوف طبعًا ناس كتير. طبعا انت قافل على نفسك الاكسجين الحيوي اللي يقدر يعمل تعويض لجسم الانسان. بالظبط بالظبط. نعم. يا دكتور، دكتورنا عايزين نعرف اكتر دول بتستخدم الطب الفرعوني. يا سبحان الله، شوف انتوا الفيروس جه من الصين. الصين دلوقتي كم اعداد الاصابات؟ احنا ما بنسمعش عنهم صح؟ لا بسيطه، بسيطه جدا جدا. ده دليل ان هم بيمارسوا علوم حاجه اسمها ريفلكسولوجي، تدليك القدمين واليدين، بيروح يعمل تحقيق كفاءه الجسم ويقوي الطاقه الشفائيه الموجوده في الجسم. فتلاقي الصين، دول شرق اسيا، تايلاند، حاليا دلوقتي في اوروبا، في امريكا، فرنسا، البرازيل، اليابان، كله بيمارس علوم الطبيعيه بالاضافه للاكل. انا لازم اهتم بنوعيه الاكل بتاعي، لازم يكون اكل صحي. نهتم يا جماعه بالجرجير، الجرجير، خضروات عموما يعني الجرجير. صح؟ لا، وخاصه الجرجير لانه هو ده اللي يعتبر اقوى مناعي للجسم. احنا عندنا الفيروس ليه غلاف دهني، الجرجير من القلويات، فيبدا ان هو يمتص الفيروس ده ويتخلص منه. عندنا الفاكهه طبعا، المانجا، الميه، يا سلام لو نحط معاها رق كده ليمون واشربه، ده بينقي الدم وفي نفس الوقت بيرفع من كفاءه جهاز المناعه. فلازم ناخد بالنا جدا من الخضروات، من الفواكه، اغسلها كويس جدا جدا وتناولها بطازه. دكتورنا، نعم. الطب الفرعوني ليه اثار جانبيه؟ لا خالص خالص، انا مش بديكي اي ادويه. لا يوجد اثار جانبيه. اهتم باكلك وشربك، احنا بنعمل له للبيبي الرضع كده. تلاقي البيبي مثلا البامبرز بتاعه فيه المكرونه والرز، فيقول لك ده عنده عسر هضم في المعده. انا امسك كف القدم بتاع البيبي في النص كده واضغط كده كاني بضغط على جرس. المنطقه دي هي متصله بالامعاء، فمجرد ما اضغط عليها لمده دقيقه واحده، بص على البامبرز الثاني، تيجي تبص تلاقي البراز نازل صافي وكل الاكل الموجود اتهضم تماما. بضغط هنا. نعم، ضغط هنا في النص هنا اهو. تمام، احنا عندنا هنا 81 و18، بضغط كده في المنتصف رقم 8 دون. فمجرد ما بضغط هنا ده بيقلل المشاكل، الناس اللي عندها قولون عصبي، لو في عسر هضم في الامعاء، لو حد عنده مشاكل في الهضم، كل ده بيتعالج بالضغط عن طريق النقاط اللي انا هاجي لك يا دكتور تعليمي. سبحان الله، عندي الاعراض دي كلها. حاجه سهله ومش مكلفه. خالص نهائي. واحنا قاعدين في البيت نهائي نهائي. ولذلك احنا يعني لو في رقم الناس تتواصل اي استشاره مجانيا، بس يقولوا احنا برنامج بدايه حلم ونقول لكم تعملوا ايه وانتوا في بيوتكم. طيب جميل جدا. جميل جدا، يا ريت الشباب معانا ينزلوا الرقم. الرقم التواصل. لا، استشارات مجانيه. نعم. طيب الفوائد على صحه الانسان عموما، يعني بعيد عن الفيروس، على صحه الانسان، تمام. علم الطب الفرعوني دوت بقى، ممكن حضرتك كده يعني ايه تقول لنا بعض الفوائد؟ والله فوائد الطب الفرعوني كبيرة جدا ولا تحصى. أولا يعني عندنا الجلطات والسكر والضغط والحاجات دي كلها. ده بص الجمال، إنه بيعمل تناغم ما بين ثلاث أشياء. الجسد ده هو عبارة عن إيه؟ نفس وروح وجسد. الطب الفرعوني والفراعنة عموما بيهتموا بالمنظومة المتكاملة، مش بالتجزئة زي ما بنقول كده. هو بيهتم بالتناغم ما بين الروح والنفس والجسد. يعني الحالة الروحية، الحالة النفسية، ايضا الحاله الجسديه. بالنسبه للجسد، هو بيعالج مشاكل الهضم، يعالج مشاكل القولون، بيعالج الناس اللي عندها روماتويد والناس اللي عندها مشاكل الام المفاصل، الخشونه، ازاي يخسس اماكن معينه واماكن تانية لا، وعن طريق طبعا جهاز التنفس. بيقوي عندي الاعصاب. هتلاقي معظم الناس اللي بتلعب جمال اجسام بيمارسوا الميديكال مساج والريفلكسولوجي، الحاجات دي كلها مهمه. ما فيش فندق عالمي الا لما تلاقي فيه حاجه اسمها سبا. سبا ده مش للرفاهيه. احنا كلنا بنقول ايه؟ ده ناس بقى يعني معاها فلوس وبتترفع. هو تأهيل عموما. تأهيل جسدي ويرفع كفاءه جهاز المناعه. ودايما ما بنقول ايه؟ الوقايه خير من العلاج. ودايما المقوله اللي بنقولها، راحت وعلاج الجسد تبدا من القدمين. ليه القدمين؟
لان فيها نهايات الاطراف العصبيه 7200 وتر نهايات اطراف عصبيه متصله من القدمين لغايه الدماغ. فسبحان الله يعني ربنا ما خلقناش كده، ولكن في انفسكم افلا تبصرون. ده اهم شيء نبص على خلق الله سبحانه وتعالى، نتوضا كتير جدا، كثره الوضوء بيرفع كفاءه جهاز المناعه، ويا ريت نكررها مره واثنين وعشرة. بلاش نشن، الشن دي عاده صعبه جدا، بيدخل الفيروس الجسم فبيتحكم فينا. اول ما احس ان في سيلان احمد ربنا ان جهاز المناعه عندك اشتغل، في حراره ما اكتمهاش، لان كده جهاز المناعه عندي اشتغل، وابدا اخش استنشق بالماء الطهور عادي جدا، هتلاقي نفسك بتتمتع بصحه وعافيه. طيب المصابين فعلا بقى يعني هو اصلا اصيب بالفيروس تمام، اكيد حضرتك هيكون ليك توجيهات وتوصيات برضو للمريض ده. نعم صح كده. بالنسبه للمريض طبعا اللي تاكد من المسحه ان هو ايجابيه، لا يخالط احد مهما كان، لان في بعض الناس يقول لك خلاص انا هخرج وعيش حياتي انا كده الصبت. طب والعزل اللي هو في البيت بتؤثم، يعني في اثم كبير جدا انك تاذي غيرك. اتفضل. العزل اللي في البيت. نعم العزل في البيت او في المستشفى. لا في ناس عندهم كورونا بيبقى عندهم عزل في البيت وبيختلطوا بالبيت وبيطلعوا بره، فاحنا عايزين نحذرهم بس ان في خطر. دي مشكله كبيره، في خطر. اولا بياثم من كل حد بيتعدي منهم. دي نقطه. النقطه الثانيه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى كده لما انتشر الطاعون في البلاد، فامرنا ان احنا نلزم مكاننا البلد اللي ظهر فيها الطاعون ده او الفيروس ده ما طلعش منه. فهو ده الحجر الصحي اللي قال عليه الدين الاسلام من 1400 سنه. فانا اعزل نفسي كويس جدا انا وعيلتي، ناكل اكل صحي، الفطار يكون عدس مع الجرجير، القرنفل. القرنفل يا جماعه نرجع ليه، كل يوم على ريق اخد كده حبايه واحده بيسموه المسمار او القرنفل، واحطه تحت الضرس او الاسنان، وابدا ان انا امصه او ان انت تمضغه. ده جميل جدا وينقي الدم، وفي نفس الوقت بيرفع كفاءة جهاز المناعة اللي خاصة بالرئتين لو هو عنده جلطات في الرئة. فنصيحة، العدس، الجبن، المواد التغذية الغنية بالكالسيوم. بالنسبة للقرنفل ده فيه مغنيسيوم وفيه معادن، فيه حديد، فيه حاجات كتيرة جدا جدا. حبات القرنفل وهي حاجة كده من عند العطار يعني ملاليم حاجات بسيطة جدا جدا، لكن بيتأثر على المناعة بقوه شديده. هو التغذيه مع الرياضه اتوقع كده هيبقى احنا بنعمل حاجه. انا بتكلم مصاب بالكورونا مش هيقدر يعمل رياضه دلوقتي، لان اللي قبل بقى كميه الاكسجين عنده قليله، لكن لو سمحت اتنفسوا صح، بالاضافه للميديكال مساج للقدمين واليدين للوجه، ده بيرفع كفاءه جهاز المناعه. وعلينا وعالجنا الحمد لله حالات زي كده كتيره جدا، واصبحوا ناس عاديين جدا. كان تقل اللسان عشان الجلطات، لكن دلوقتي بفضل الله تعالى الموضوع بقى الحمد لله. دكتورنا عايزين برضو نعرف الناس ان مرض كورونا ده زيه زي اي مرض. صحيح. في ناس بيبقى عندها كورونا تخبي ان هي عندها كورونا. نعم. طب ليه يعني؟ هو مرض زيه زي اي مرض، هو ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. عشان نظره المجتمع، الناس بتعزلهم تماما، ما فيش حد بيبعت لهم طلباتهم حتى لو ديليفري. لا، انت بتعرف لو سمحت ده من الامانه، عرف ان انا مصاب كورونا. هتلاقي الراجل الدليفري اللي جاي لك ده هيسيب الحاجه قدام باب شقتك، وانت بتبقى فيه ظرف فيه المبلغ اللي انت هتحاسب عليه. كل الجيران تتعاون معاهم، وهو ده البر بالجار. وزي ما امرنا كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. فبالعكس انا لازم اساعده، لان لو انا ما ساعدتوش هيأذيني. وكلنا معرضين يعني. هو يعني بالزبط. هو مش عمل حاجه غلط، هو جات له يعني. انت فاهم؟ سبحان الله. في ناس كتير بتعزل نفسها في البيوت بالشهور كتيره جدا، ولكن في واحد كارير او حامل للفيروس لكن مش باين عليه اعراض، فبينقل الاعراض دي. فاحنا رجاء رجاء لازم كلنا نتكاتف، كلنا اخوه، يد واحده، نحاول ان احنا نساعد هذا المريض ونقدم له المساعده، نقدم له كل طلباته وكل احتياجاته عشان يتعافى. والفيروس ده ما هوش كائن حي، عشان بعض الناس يقول لك ده فيروس ذكي اصل عمل وسوى. ده حاجه ما هواش كائن حي يا جماعه. اللي بيخش الجسم حاجه مصنعه او حاجه جينيه بتصيب الانسان، ويبدا ان هو يصيب جسم الانسان سواء في الرئه او في اي حاجه تانية. فهو ما هواش كائن حي عشان اوصفه بان هو ذكي وتحور ولو عقليه. مش عارفين الكلام ده كله طبعا كلام غير علمي تماما. تمام يا دكتور. نعم دكتورنا، قبل ما ننهي الفقره بتاعتنا، عايزين نصايح من حضرتك للطب الفرعوني. والله الطب الفرعوني يعني العالم كله دلوقتي بقى يلجأ ليه. حتى منظمة الصحة العالمية دلوقتي تنصحنا يا جماعة، اشربوا ليمون، كلوا أكل صحي،
نبعد عن الأكلات السريعة وكل الحاجات اللي فيها مكسبات للطعم، لأن كل ده بيأثر على المناعة. لو سمحتي ممنوع الأطفال الحاجات المياه الغازية والشيبسي ومش عارف إيه والكلام ده كله، تمام. كل ده بيدمر جهاز المناعة، بيجيب أمراض السرطانات. نبعد عن الحاجات دي كلها، نساعد أطفالنا يأكلوا أكل صحي، وإحنا في بيتنا ناكل الأكل البيتي العادي، بلاش الأكلات اللي هي السريعة اللي ما تعرفش اتغسلت ازاي، اللي صنعها ايديه كويسة ولا لأ، صح. عنده أمراض ولا ما عندوش أمراض. ست البيت بقى ترجع تاني لبيتها وتبدأ ان هي اللي تجهز الأكل الصحي، ودايما وانت بتاكل كن مبتسم، كن سعيد، لأن ده هيعود عليك بصحة وعافية ورفع كفاءة جهاز المناعة. نصائح هامة جدا ولقاء مثمر مع الدكتور سعد طبعا. دكتور وإن شاء الله احنا هنستأذنك بس يعني تعمل لنا حلقة تكون عملي ان يعني شاء الله، صح طبعا كده، او عشان برضو المشاهدين يفهموا بالتفصيل ويشوفوا طريقة العلاج. تمام. انا في حاجات كتير يعني على اليوتيوب والقنوات كتير قوي، ده حوالي 1500 حلقة، نكتب بس الطب الفرعوني سعد المصري وهيلاقي كل بقى مرض الضغط، السكر، الناس كل اللي حاجة عندها مشاكل في القلب وضغط فين، عشان احمد ابتدي يوم القيامة، يبقى احنا كده يعني بدون اي ادوية كيميائية دكتور نهائي. دكتور نهائي. كمان عنده 16 فرع. الحمد لله 16 فرع يعني اللي عايز يزور الدكتور يا جماعة وفي الدول العربية كلها. ما شاء الله. اللي عايز يزور الدكتور تليفون، رقم التليفون للتواصل مع حضرتك. لو حبينا نقوله مكتوب لو على الشاشة. نزل على الشاشة. تمام. واي استشارة يتواصل مع حضرتك. احنا مع برنامج بداية حلم، والاستشارة كلها مجانا، وقالوكوا تعملوا ايه في بيوتكم ان شاء الله رب العالمين. بنشكر حضرتك في نهاية لقاءنا يا دكتور، ونتمنى نشوف حضرتك دايما. الله يخليك، وربنا يرفع هذه الغمة عن بلادنا ويحفظنا ويحفظ رئيسنا وشعبنا يا رب. ان شاء الله يا رب. شكرا. نتمنى لحضرتك التوفيق دايما. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. قنوات اليوتيوب إعلام موازي أفرز العديد من المواهب الشابة المتميزة في جميع المجالات، كان من بين هؤلاء المهندس أحمد شاكر، ذلك الشاب الذي أظهر تميزه في مجالات عدة كالهندسة والتكنولوجيا والفكر والأدب والإعلام، وذلك من خلال ما يقدمه من مادة علمية متميزة ونظرة فكرية متزنة وقلم أدبي رشيق وحضور إعلامي فريد. حصل شاكر على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة المنوفية. ظهر شغفه المبكر بالاطلاع في مجالات متنوعة. أنشأ المهندس قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي قدم من خلاله كل ما هو جديد بمجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا الاتصالات الرقمية. صدر له 3 كتب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهم العالم لن ينتظرك، ومن يكتب التاريخ، وتجارة الوهم، والتي لاقت أصداء قوية في الوسط الفكري والأدبي لما يملكه الكاتب من رؤية وفكر وقلم. لذا كان لنا هذا التقرير مع بعض أعمال المهندس أحمد شاكر، والتي نعرضها لكم خلال هذه الدقائق. طبعا زي ما احنا عارفين الفترة اللي فاتت تم اتخاذ قرارات مهمة جدا على مستوى العالم، زي تعليق الطيران وتعليق البورصة وتعليق أسواق العمل، والموضوع ده أثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي. عندنا مثلا الاتحاد الدولي للنقل الجوي قال ان قطاع الطيران حول العالم نسبة الخسارة عنده 113 مليار دولار، وده أدى طبعا إلى تقلص الطلب على البترول حول العالم بنسبة 20%، ودي نسبة كبيرة جدا أكبر من أي وقت قبل كده حتى في حالات الحروب. خسارة السياحة الدولية تعدت 130 مليار دولار أغلبها من الصين. تراجع أسعار النفط ده برضو تأثر بالصين، لأن الصين أكبر مستورد في العالم للنفط الخام، وده لأنها كانت بتستورد 10 مليون برميل يوميا، واستهلاكها اليومي من البترول 13.2 مليون برميل، وده أدى إلى تراجع الطلب على البترول على مستوى العالم بمعدل 430 ألف برميل يوميا. مش كده بس، ده كتير جدا من المصانع الموجودة في العالم
أعلنت توقف خطوط الإنتاج بسبب نقص التوريدات في أجزاء السيارات اللي كانت بتجيلهم من الصين. شركات زي تويوتا وهيونداي ورينو وبي ام دبليو وهوندا وفولكس فاجن وكتير من الشركات دي توقفت مصانعها عن العمل تماما، وقفت خطوط الإنتاج بسبب النقص الحاد في أجزاء السيارات. طبعا لأن الصين اتأثرت جدا بانتشار المرض ده، ولأن الصين بتمثل 17% من الاقتصاد العالمي، ومع انخفاض معدلات النمو خلال الفترة دي بنسبة 4.5%، شركة مرسيدس بنز طورت جهاز جديد للمساعدة على التنفس وتم تجربته بالفعل في بريطانيا وإيطاليا والصين. كذلك شركة فولكس فاجن حولت عدد كبير جدا من خطوط الانتاج بتاعتها إلى تصنيع أجهزة التنفس الصناعي، حتى إن الحكومة اليابانية قررت إنها تنقل قواعد الإنتاج الخاصة بالإلكترونيات وقطع غير السيارات الموجودة في الصين إلى دول رابطة آسيا. شركة كوالكوم المتخصصة في تصنيع المعالجات الخاصة بالهواتف الذكية أعلنت عن توقف عدد كبير من خطوط إنتاجها، وده هيأثر بشكل كبير جدا على حجم إنتاج الهواتف الذكية وبالتالي ارتفاع أسعار الهواتف الذكية خلال الفترات القادمة. وكان أغرب حاجة في الموضوع ده الدعوة اللي قام بيها جيف بيزوس المدير التنفيذي لشركة أمازون، الشركة الرائدة في التسويق الإلكتروني على مستوى العالم، بالتبرع لموظفي الشركة بعد تعيين 100,000 موظف جديد لتلبية احتياجات السوق الأمريكي والصيني، وأنشأ صندوق إغاثي وضع فيه 25 مليون دولار، مع العلم ان الشركة دي كسبت في بداية الازمة 8 مليار دولار في يوم واحد، وده بعد ما قرر الناس ان هم يستغنوا عن المنافس التقليدي لشركة امازون وهو موقع علي بابا الصيني، فلجأ ناس كثيرة جدا الى التسوق من موقع امازون، وده حقق ارباح تعادل 8 مليار دولار في يوم واحد. طبعا ده بالنسبة للاثار خلال الفترة اللي فاتت، لكن الفترة القادمة لو الفيروس انتشر بشكل كبير الموضوع هيبقى اكبر بكتير جدا، لان الازمات الكبرى زي ما احنا عارفين على مدى التاريخ الازمات الكبرى والاحداث الكبرى اللي بتتاثر بها جميع دول العالم بيتغير النظام الدولي كله، بيسقط نظام دولي قديم وينتج نظام دولي جديد. يعني بعد الحرب العالميه الاولى سقط نظام قديم وتولد مكانه نظام عالمي جديد للدول المنتصره، وبعد الحرب العالمية الثانية تولد نظام عالمي ثنائي القطبية بيتكون من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 90 أصبحت الهيمنة الأمريكية على العالم هي السائدة. النظام الدولي كان بينقسم لقسمين في تحليل القضايا الدولية، كان في حاجة اسمها القضايا فائقة الأهمية، ودي للأمن والدفاع والحروب والتسليح والكلام ده، والقضايا الأخرى الأقل أهمية زي المناخ والأوبئة والبيئة والكلام ده. طبعا بعد موضوع كورونا ده والأزمة اللي بتهدد الجنس البشري كله هيكون في نظرة تانية للأوبئة والمناخ والكلام ده، لأن خريطة العالم اتغيرت. لو بصينا مثلا من 70-80 سنة لو ظهر مرض زي الطاعون مثلا في الصين عشان ينتشر للدول الأخرى عزله 20-30 سنة، لأن كانت وسيلة التنقل في الوقت ده الجمال، وكان صعب جدا أن مرض يتنقل من دولة لدولة في وقت قصير زي ما احنا شايفين كده. لو نلاحظ أن الكورونا انتشرت على مستوى العالم كله في أقل من 3 شهور وبنسبة إصابة ووفيات عالية جدا، وده أمر في منتهى الخطورة، لأن مع النقلة الكبيرة جدا في وسائل المواصلات والاتصالات الموضوع ده بقى سهل جدا أن انت يبقى عندك مرض في منطقة صغيرة جدا في العالم تتنقل للعالم كله. وطبعا ما ينفعش العالم كله يتنعزل عن بعضه زي الوضع القائم حاليا، ده وضع استثنائي. المرض ده نجح انه يخلي اثرياء العالم يسيبوا ارقى الدول في اوروبا وامريكا ويطلعوا لجزر نائية بعيدة جدا عشان خاطر يحموا نفسهم من الوباء ده. اما بقى موضوع ان الفيروس ده مصنع بصناعة امريكية وايرانية عشان خاطر يدمر الصين وبعض الدول حول العالم، الموضوع ده طبعا يعني لحد الان ما تمش تأكيده، لكن موضوع انا في اعتقادي صعب جدا. اولا لان الصين بتأثر على الاقتصاد الدولي كله بما في امريكا نفسها، لان هي بتمثل 17% من الاقتصاد العالمي. والحاجة التانية ان في شركتين في امريكا يقدروا يوقعوا الاقتصاد الامريكي بالكامل، وهم شركة ابل وشركة بوينغ، والشركتين دول مصانعهم موجودة في الصين. والحاجة التانية ان امريكا نفسها هي اعلى الدول اصابة بالفيروس لحد الان، بالاضافة ان شركة زي شركة جنرال موتورز الامريكية اكبر مبيعات ليها موجودة في الصين، ودي بتمثل نسبة كبيرة جدا في الاقتصاد الامريكي. اما بالنسبة للناس اللي هي بتسأل على مستقبل العالم بعد الكورونا، فده هيعتمد بشكل كبير جدا على مدة الاصابة
بالمرض، لان طبعا زي ما احنا شايفين العالم كله متوقف حاليا، ما فيش غير سوق الدواء الوحيد هو المتاح. وطبعا لما ترجع الحركة تاني الموضوع مش هيبقى زي الاول، حاجات كتيرة جدا هتتغير، واسهم كتيرة جدا هتعلى واسهم هتنزل. نتمنى الفترة دي ما تطولش عشان خاطر الناس ما تتأثرش اكتر في اعمالها، ونشوفكم في حلقات تانية قريب. سلام عليكم. موضوع بقى ان انت تشتري من على النت، الموضوع ده كبير جدا وفي نصب كتير، لكن خلينا اقول لك بعض المواقع الموثوق فيها اللي انت ممكن تشتري منها بالفيزا بتاعتك بدون اي قلق، زي موقع امازون، ده اكبر موقع في العالم، وموقع سو.com وجوميا. الثلاثة دول تحديدا من اكتر المواقع ثقة للناس اللي بتحب تتسوق من مصر. طبعا معروف ان موقع امازون ده موقع عالمي وبيشحن لاي مكان في العالم، وكذلك موقع سو.com ده موقع عربي لكن شركة امازون اشتراته. وبرضو حاول انت بتشتري اي حاجة من على النت، لو بقدر الامكان ان انت تدفع عند الاستلام يكون افضل، بلاش موضوع الفيزا ده لمصادر مجهولة ممكن انها تسحب رصيدك، وما تدخلش رقم الفيزا على اي موقع ولا بيانات الفيزا على اي موقع. حاول تعمل حساب اسمه بيبال، البيبال ده بيمكنك ان انت تشتري بدون ما حد يعرف بيانات الفيزا بتاعتك. موضوع التسويق الشبكي والنصب الموجود فيه، ناس كتيرة بتسوق لك الموضوع، تقول لك هات عميل واكسب وخد عمولة والكلام ده، الموضوع ده كله عبارة عن نصب، الا شركات بسيطة جدا زي شركة كيونت من الشركات المشهورة في موضوع التسويق الشبكي، لكن الموضوع ده فيه نصب كتير جدا، وفي شركات بتوهم الناس انها هتاخد عمولات كبيرة جدا وضخمة في وقت قليل جدا. العمل الحر موجود وله قنواته الشرعية والمعروفة، لكن النصب والاحتيال والمكسب المبالغ فيه، وان انت تدي الوهم للناس انها تكسب من الهوى، ده طبعا كلام مش منطقي ومش معقول وما بيحصلش. فانت خليك في القنوات المعروفة للربح من العمل الحر، لكن ما تتعاملش مع جهات غير معروفة ويوهموك ان انت ممكن تشتري منتج مثلا ب10,000 جنيه، ويقول لك والله هات اتنين يشتروا وتاخد عمولة عليهم عشان خاطر يشتروا المنتج، والاتنين يجيبوا اتنين والموضوع يكبر. قصة طبعا يعني صعبة في التسويق اولا، والحاجة التانية مش كل الشركات صادقة في الموضوع ده، فموضوع التسويق الشبكي اغلبه في شبهات وفي مشاكل. موضوع العمل الحر، اشهر موقع اللي هو موقع الفريلانسر. موقع الفريلانسر ده انت بتدخل تسجل فيه كراجل صاحب عمل، والموقع ده بتعرض عليه المهارات اللي انت بتعرف تعملها على النت، زي مثلا تنسيق الوورد، كتابة سيناريو، كتابة اعداد برنامج، موشن جرافيك، تعديل على الفيديو، اي حاجة من دي وغيرها من المواهب الكتيرة اللي ممكن تكون موجودة عندك. وبيجيلك بعد كده اوردرات على المواهب اللي انت حددتها ديت، وبتتفق مع العميل على اجر معين نظير العمل اللي انت هتقوم بيه، وده عمل معروف ومشروع والدنيا كلها عارفاه وبعيد عن اي مشاكل واي شبهات. الكاميرات الاحترافية، فالكاميرات الاحترافية هي الكاميرات اللي هي من نوع DSLR. طبعا في انواع كتيرة جدا للكاميرات الاحترافية، في السوني والكانون والنيكون، لكن افضلهم في الفيديو كاميرات كانون، وفي الصور كاميرات نيكون. الموضوع بقى الاكسسوارات، هل هي اصلية وتقليد والكلام ده؟ الصورة اللي قدامكم دي بتوضح جزء من الحاجات اللي هي بتبين لي اذا كانت الحاجة دي اصلية ولا تقليد، من الشكل بتاعها والمواصفات الموجودة فيها. طبعا موضوع المعالجات او البروسيسور في الكمبيوتر معروف، i3 والi5 والi7 والحاجات دي، كل ما تعلى كل ما تعلى في المواصفات. وكذلك البروسيسور الموجود في الموبايلات، في جدول معين للحاجات ديت ومعروف. طبعا موضوع الربح من اليوتيوب موجود، والربح من الفيسبوك موجود وليه شروطه، وطبعا الحاجات دي موثوقة وناس كتيرة جدا كسبت منها. فبرضو لو انت عندك امكانية ان انت تعمل فيديوهات وتصنع محتوى على اليوتيوب، الموضوع ده فيه مكاسب مضمونة وخنوات شرعية بيجيلك من خلالها المبالغ اللي انت بتكسبها. حاول ان انت متشحنش الموبايل بتاعك باجهزة باور بانك مجهولة المصدر او ضعيفة الكفاءة، لان ده بيأثر على عمر البطارية وكفاءة الشحن. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، وقبل ما نيجي نطلع بالفقره اللي معانا هنتكلم عن بر الوالدين. طبعا في الوقت الحالي
بنشوف لما نسمع كلمة بر الوالدين بيجي قدامنا مواقف بتكون صعبة شوية. ساعات بنلاقي ابن مش بر بأبوه، أو ابن بيأذي والده، أو مواقف بتلاقيها يعني ساعات بتوصل للتطاول كمان. يعني احنا بنذكر دلوقتي السلبيات غير الإيجابيات، لأن النهاردة طبعا يا دكتورة فقرتنا مميزة جدا إيجابية. سلبية يا جماعة خالص. معانا النهاردة طبعا ضيف يعتبر ضحى بحياته، يعني احنا شايفين ان هو ضحى بحياته علشان خاطر والده وعلشان حياة والده كمان. هنقول ايه بس اداله حياته، اداله عمره، ضحى بالبطولة، ضحى مستقبله من اجل والده. يعني دي حاجة يعني احنا المفروض نعمله تعظيم سلام. فعلا رجب نموذج مشرف. نتمنى اولادنا كلها تبقى زي رجب. والله هو دكتورة احنا لما شفنا الموضوع بتاعه وتابعناه، رجب كان المفروض ان هو رايح بطولة كمال اجسام، وبطولة مهمة كمان، تمام؟ فحصل مشكلة في الكبد عند والده، وطبعا التحاليل ما جابتش غير هو ابنه ان هو اللي يتبرع، يعني تمام. كان الاختيار صعب يا كابتن. كان الاختيار صعب، بس طبعا ولكن هو اختار الصح. حب، لا الوالد الام او الاب دول ما يتعوضوش. انت ومالك لابيك. بالظبط كده، هو بالتالي حياتنا كلها لهم يعني. بالظبط. وبعدين كمان يعني الواحد مهما يعمل في حياته، وما يعني لو عملت ايه وعصيت والدك ووالدتك ما لهاش قيمه يعني. لا لا لا، يعني لو حققت بطولات الدنيا كلها، واحنا مهما نعمل برضو يا كابتن مش هنرد لاهلنا يعني جزء صغير من اللي عملوه واحنا صغيرين. تضحيه الـ 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 الاب بتكون كتير جدا، فالواحد مننا كشاب لما بيصدق يشوف اي فرصه فعلا يرد الحاجه ديت، وخصوصا وهو يعني والاب احنا دايما بنسمع عن تضحية الاب، فالمرة دي سمعنا عن تضحية الابن. ما هو فعلا انت حاجة جميلة جدا يعني. ما هو علشان كده احنا بنقول للناس يعني في الوقت الحالي دوت ما فيش اي حاجة تستدعي الحقد والكره واكل مال الناس، الحاجات دي كلها مش مستاهلة. انت ممكن في اي وقت كده في يعني يحصل لك ظرف تلاقي الدنيا اصلا ملهاش قيمه، يعني احنا اساسا ملناش قيمه خالص من غير اهلنا. بالظبط كده. بنوصي طبعا كل الشباب. تفتكر هي بترجع للتربيه يا كابتن؟ طبعا، ما هو النشأة اهم حاجه. ما انا في بدايه كلامي قلت اول ما بنذكر بر الوالدين بشوف قدام عينيا اللي ما بيعملش كده، او اللي هو عاصي لوالده واهله وكلام من دوت. ويعني انا مش يعني في مواقف بتوصل للاهانه وللضرب وللحاجه من الابن لاهله. بس برضو هنرجع نقول برضو ان فيه اهل بيبقوا كويسين جدا عشان الامر ما يختلطش مع المشاهدين. بس الاولاد للاسف ان هم بيختلطوا بابناء السوء. بالظبط، اصدقاء السوء. تمام. فبنبتدي بقى الموضوع هنا يختلف تماما. ما هو احنا عندنا نماذج كتير يعني، ما يعني ممكن تلاقي الاهل كويسين طبعًا يعني طبعًا كل حاجه، والولد نفسه في مرحله الشباب دوت مش مسيطر عليه. يعني هو في مرحله الاعدادي والثانوي وكده، مرحله شباب، انت معايا؟ فدوت برضو ما نقدرش ان احنا نلوم. طبعا احنا لو فضلنا نتكلم ساعات كتير مش هنقدر برضو نوفيه حقه. طبعا تمام. طبعا بطل جميل وهنستقبله دلوقتي يعني. فاحنا عايزين احنا بقى المشاهدين هم اللي يشوفوا البطل معانا، لانهم اكيد متشوقين يشوفوا مين البطل ده. تمام. اعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين
بعد الفاصل مع دكتورنا الفاضل دكتور محمود طلعت. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فندم. ومع الكابتن العظيم رجب السيد. اهلا. ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. نموذج طبعا مشرف بطل في كمال الاجسام الكابتن رجب سيد، ومعانا طبعا عضو فريق زراعه الكبد للبطل طبعا في العمليه اللي اجراها الدكتور محمود طلعت، مشرفين ومنورين الدنيا. وطبعا يا دكتور، يعني هو سؤالي ليك الاول، يعني انت شايف سيد في الموقف اللي عمله دوت تقدر توصفه بايه؟ ده اعلى درجه من درجات الحب. الحب والبر لوالدي، صح؟ صح كده؟ اه. يعني اللي بيعملوا عاده متبرعين فصوص الكبد للمرضى، انا بعتبره في رايي الشخصي اعلى درجات الحب. بيديله حاجه من اداله حته من جسمه. حته لا تعوض. صح. هي طبعا ما بتاثرش عليه ان شاء الله، يعني ان شاء الله ملهاش تاثير طبيا، ملهاش تاثير. خاصه لما يعدي اول فتره اول شهر بعد العمليه، بس هي لا تعوض فعلا. وهو ما اشتراهاش بثمن، دي هبه من الله ليه، فكونه يتنازل عنها لشخص بيحبه، دي اعلى درجه من درجات الحب. هو لا اداله فلوس ولا اداله وقت ولا اداله كلمه ولا اهتمام ولا مش حاجه ماديه، لا ده اداله حته من جواه. ومش لاي شخص طبعا، وعشان كده بالظبط ما بتطلعش مش لاي شخص. عاده معظم المتبرعين بيبقوا لاقاربهم، يعني ابن لابوه. عندنا بنت ادت لامامتها من اسبوعين، كانت جميله جدا، اسمها روعه وهي روعه. ما شاء الله ما شاء الله، جملها كل التحيه طبعا. زوجات لازواجهم، قليل شويه لما يبقى زوج لزوجته، بس الاكثر الزوجات. زوج لزوجته دي صعبه يا دكتور، قليله بس. عندنا في المعهد في ثلاث حالات حصلت، زوج ادى لزوجته. والله بس الغالبيه طبعا السيدات هم بتبقى العكس، صح؟ هو عموما يعني انا برضو في كل حلقاتي بكون ايه، يعني ايه، مع الستات شويه، يعني هم عندهم اخلاص شويه عننا، يعني احنا ممكن يعني هم بيقدموا الحب بسهوله اكتر. بالظبط. احنا عمليين التضحيه. يعني بالظبط التضحيه بتكون بسهوله. يعني رجب بقى قول لنا الحكايه بدات ازاي وامتى. والله الحكايه بدات ان ابويا كان عنده تليف في الكبد، يعني من 2007، ما ظهرش عليه الا في 2015. في 2015 بدانا بقى، يعني ايه، بدا يعاني، يخش في غيبوبه، يعني هو مش طبيعي قدامك. انت حاسه تعبان. انت حاسه تعبان بس من ايه مش عارف. طب هو كبير قوي في السن، عنده كام سنه؟ هو عنده 48 سنه. شباب. ده لسه يعني شباب. كنت في مره يعني ما خدتش في الموضوع ديت، لان هم ابويا وام عندنا مش مخلينا يعني شايلين هم اي حاجه. من صغرنا واحنا كده. فطبعا بقى روحت في مره، يعني انا الحمد لله كنت في الوقت ده كنت بحضر لماتش. فمروح يعني نظام اكل معين، نظام تمرين، نوم كويس، الكلام ده كله. فمروح بظروفها يعني شايف ابويا تعبان، يعني مش متعود اشوفه كده، متعود ان انا يعني الحمد لله هو عامل لي بيت سليم ليا انا لوحدي ولاخويا بيت. فباجي من شغلي اتمرن وبعد كده اروح على اشوف ابويا وامي وبعد كده اروح على بيتي. فروحت يعني مش في ياما مش طب والله الامر 1 2 3. كان ايه بقى يعني؟ ابوك شافنا وطلع عنده تليف في الكبد، تمام، ولازم متبرع. الدكتور قال له كده؟ الدكتور قال كده. ورحنا بعتونا على معهد الكبد اللي هو في القاهره، تمام. الاول والدتي وابويا راحوا، فقابلهم طبعا الدكتور محمود طلعت. والله يعني مش عشان هو قاعد بصراحه، بس يعني كل احترام والتقدير للدكتور محمود بصراحه وكل الفريق طبعا. طبعا معهد قابلهم مقابله كويسه يعني، وساعدهم في حاجات كتير وسهل عليهم حاجات كتير. فطبعا لما جم يمشوا في اجراءات العمليه، يعني ايه، امي طلعت عندها فيروس في الكبد. ما ينفعش ان هي تديله يا دكتور، صح؟ طبعا ما ينفعش. كل ده بقى وانا في شغلي، يعني انا ما كل ده انا ما اعرفش الكلام ده. انا في شغلي ومفيش اي حاجه ومحضر، يعني بحضر تحضير تام للماتش، رايح بطوله فطبعا لما حصل ده روحوا البيت، لقيت امي زعلانه برضه، بقول لها ايه اللي حصل ده؟ قالت لي الامر حصل كذا كذا، اللي هو مثلا ايه، لازم متبرع. قلت لها خلاص لازم متبرع، يبقى مفيش غير انا. انت ليك اخوات تاني؟ طيب انا ليا اسلام، ليا اخويا الكبير اكبر منك. وليا اختي اكبر مني، متجوزه.
في حد منهم حلل او كده، ولا انت قلت انا متكفل لا بالموضوع؟ لا انا قلت ماليش دعوه يعني، حتى دخلت في خلافات انا واخويا وزعلنا من بعض. هو يقول انا اتبرع وانا اقول له لا، انا يقول لي طب انت بتحضر، طب انت عندك شغل، طب انت مش عارف ايه. قلت له ماشي مش مشكله، كل ده يعني بغنى عنه، اهم حاجه بالنسبه لنا سلامت ابوك. قال لي خلاص ماشي. فالمهم تراضينا مع بعض واتفقنا الحمد لله ومشينا في الاقراض. كل ده وانا بحضر عملنا اشاعات وتحاليل، وجات الكورونا وقفتنا 3 شهور او 6 شهور كمان. في الوقت ده يا دكتور بقى لما جولك بقى ايه الاجراءات اللي كانت المفروض تحصل، يعني ايه الاجراءات اللي عملتوها مع رجب؟ هي عمليه متبرع او عمليه زراعه الكبد فيها شخصين، مريض محتاج فص ومتبرع هيديله الفص. عشان نعمل عمليه وتنجح لازم تنجح للاثنين بالظبط. لازم المتبرع يقوم كويس، ده يعني بشكل بديهي، ده راجل متطوع زي ما كابتن رجب بيقول كده، انا كنت قايم رايح بطوله. هو ايه اللي حصل؟ لا، قام فتح بطنه وطلع منها فص. فانا لازم ابقى اضمن له اعلى درجات الامان. مفيش ضمانات 100% بس في اعلى درجات الامان بالاضافه للمريض. هو المريض بيعمل عمليه عشان يقوم بالسلامه ويرجع لاسرته والاهله والشغله. فبنخش في مرحله اسمها التحضير قبل العمليه، حاجه اسمها التحضير لزراعه الكبد، عباره عن اشاعات وتحاليل وفحوصات كتيره جدا ومتنوعه لكل اجزاء الجسم عشان نطمن ان المتبرع ده يصلح للتبرع ويصلح انه يدي للشخص ده تحديدا، وان المريض اوريدي محتاج الزراعه، وايه الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها اثناء العمليه. مش قصه بنخش اعمل عمليه وخلاص وزي ما تطلع، لا، لازم يبقى فيه محاذير معينه واحتياطات معينه بناخد بالنا منها قبل العمليه واثناء العمليه وبعد العمليه عشان نطلع العمليه دي بافضل نتيجه ممكنه. فدي اللي هي فتره التحضير اللي هي بدات زي ما بيقول رجب كده قبل الكورونا. وجات الحقيقه الكورونا وقفتنا، وقفت مرضى كتير غيرهم، بس الحمد لله يعني بعد فتره الدنيا استقرت ورجعنا تاني ان احنا نشتغل في معهد الكبد عمليات الزراعه، واستدعينا بقى الناس دول وحضرنا بقى رجب ووالده بسرعه وزرعوا الحمد لله وقاموا بالسلامه. الحمد لله. ما كانش الاختيار صعب يا رجب؟ والله بصراحه لا. لا، ما بين يعني البطوله وما بين بابا. الاختيار ليا كان دايما يعني انا يعني بعد اذنكم طبعا اوجه كلمه شكر للكابتن واخويا الكبير كابتن عزت احمد سيد ابو نصار. مدربك ده؟ ده الكابتن اللي كان بيحضرني للماتش. يعني مش مجرد كابتن، يعني اخويا الكبير بمعنى اصح. فلما جيت بكلمه يعني ان هو عمال يحمسك ويحضرك للماتش، بقول لك انت خلاص قربنا مفيش وقت، اشتغل على نفسك. تمام. يا كوتش الامر 1 2 3، مش هينفع اخش الماتش، والدي حالته متدهوره ولازم عمليه. يعني انا ما كنتش متخيل رده هيبقى عليها كده. شجعك على كده؟ قال لي بص وقف اي حاجه. البطوله اللي هتاخدها بجد في حياتك هو الموقف ده. يعني انت هتمشي اول الطريق دي، ده يعني اول الطريق بالنسبه لك. ان انت تاخد رضا ابوك وامك، ده يبقى هيجيب اعلى بطوله في العالم. صحيح. وهتبقى خدت اعلى بطوله بالنسبه لنا. انا بقول له طب يعني يا كوتش يعني مش هتزعل يعني الماتش ده انت بتحضرني وصرفنا واشتغلنا كتير وتعبت انت معايا؟ قال لي لا، عايز تجي يعني تكافئني اقف مع ابوك. كلام طبعا جميل جدا بصراحه، يعني كان ردك مشجع والله، يعني لدرجه ان هو يعني ده له طاقه ايجابيه. كل ما الماتش كان بيقرب كان بيرن عليا، انت اخبارك ايه؟ كويس؟ محتاجك تدخل تشارك. يعني حتى بعد ما قلت له يرن عليا، وصلت لحد فين في التحليل؟ وصلت لحد فين في الاشاعات؟ طب محتاج فلوس؟ طب كده؟ طب كده؟ طب يا كابتن انت ممكن تلعب تاني ولا؟ ايوه طبعا عادي. هيرجع يلعب فتره بقى يا دكتور ولا ايه؟ هيرجع يلعب. ما هو دي من الاسئله اللي هو لوالده الحقيقه سالها لي قبل العمليه. يمكن والده كان بيطمن على مستقبله، بيطمن عليه. هو الموضوع جميل، ابن بيحب ابوه فهيديله، واب خايف على ابنه خايف عليه برضه وعلى مستقبله. خايف عليه وعلى مستقبله وعلى صحته وعلى حياته. بس هو زي ما قال يعني اللحظه دي لن تعوض. صح. ابوه لن يعوض واللحظه لن تعوض، البطوله تعوض عادي. صح. ورجب كان فاهم كده كويس. بس اللحظه لحظه احتياج ابوه لي لن تعوض. مش هتيجي تاني. فعلا. يا يديله يا خلاص. دي حقيقه فعلا. للاسف مريض الكبد بيبقى حياته على المحك. المهم عايزين نطمن على الوالد دلوقتي. كويس. الوالد بخير والحمد لله الحمد لله.
وكل يوم في تحسن الحمد لله. ربنا يقومك بالسلامة. هو آخرك كده خلاص يا دكتور من المستشفى؟ الاثنين الحمد لله خرجوا من المعهد عندنا وفي البيت، ولا زال طبعا أبو رجب تحت المتابعة. الحمد لله. مريض زعتر كان بيتابع متابعة لصيقة في أول 3 شهور وبيتابع طول عمره معنا. المتبرع بيتابع لمدة شهر وبعدين بيتابع متابعة دورية كل سنة بس. كاطمئنان عليه مش أكتر. احنا طبعا بنشكرك وبنشكر جميع الفريق الطبي. طبعا في دقيقة كده وجيزة عايزين نعرف خدمات المعهد عندكم، معهد الكبد. المعهد الحقيقة خلف الصورة الإنسانية الجميلة دي، بالمناسبة ممكن بس أخرج عن السؤال بكلمة. اتفضل. أنا أكتر حاجة بحبها في زراعة الكبد اللمسات الإنسانية. بالظبط. تاني يوم من العملية رجب كان في الرعاية. فدخلت طمنت عليه، ازيك الحمد لله على السلامة. قال لي يا دكتور ميل. قلت له خير يا رجب. قال لي ميل، عايز أقول لك حاجة. ميلت كده ودني جنب بقه. عملت إيه يا رجب؟ بوست على دماغه. بسني. بسني. حسيت ب ب ب يعني هو راضي يعني اللي حصل. حضرتك انا فرحت اني ان طبعا مش انا، الفريق كنا سبب في سعادته. فالمعهد بيقدم، هو مع المعهد القومي للامراض المتوطنه والكبد في القاهره، بيقدم كل ما هو يخص مرضى الكبد، ابتداء من العلاج الدوائي للعلاج التداخلي، مناظير للتحاليل والاشعاعات، لجراحات الكبد، ودور التاج المعهد زراعة الكبد. بالزبط. يعني المريض الكبد يخش المعهد محتاج أي حاجة بتتعمل له لغاية زراعة الكبد، على إيد فريق كبير جدا على رأسهم مدير المعهد ورئيس الفريق ومدير البرنامج وتخصصات كتيرة، رعاية وبطنة وجراحة وتمريض وعمال وموظفين كل الموجودين، وأمن واقف على الباب بنظر. فريق كبير لا تتخيله، يمكن واحد اللي ظاهر أو بس فريق كبير جدا. هو كل واحد ليه دور مهم ولا يغفل في عملية زراعة الكبد، في نجاح عملية زراعة الكبد، وفي إيجاد حياة جديدة لشخص وأسرته وأهله. طبعاً اللي بيحبه. طبعاً ليهم جميعاً كل التحية وكل التقدير من بداية حلم برنامج بداية حلم. بنشكر دكتورنا الفاضل دكتور محمود طلعت وفريق العمل كله، وبنشكر الكابتن اللي أخذ بطولة أكبر بطولة في العالم كله. بنحييك وبنرفع لك القبعة يعني، ودايما نموذج مشرف إن شاء الله. وبنشكر حضرتك يا دكتور، شكرا، وشرفتنا النهاردة في بداية حلم. شكرا يا كابتن. أعزائي المشاهدين، نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة جديدة في برنامجكم بداية حلم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.